الدين الإسلامي أصول وفروع. الأصول لها فروع الأصول، لأن الأصول مسائل قطعية، أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأنه خالق العالم، وأنه عالم وقادر وحي مريد سميع بصير. هذا أي إنسان يخالف فيها يكفر أو يكفر، ينكر بعثة النبي، يجحد القرآن، هذه من أصول الدين. الأمور الفرعية في هذه الفروع من خالفها على مراتب. هناك خلاف بين أهل السنة لا يقتضي التكفير ولا التبديع، الأشاعرة والماتريدية، ورتبها العلماء تقريبا من 13 مسألة. وهناك خلاف يقتضي التبديع لكن يبقى مسلما، يعني هذا ابتدع بدعة في الدين مثل المرجئة والقدرية والمجسمة غير المصرح، لأن المصرح هذا متفق على كفره لكن غير المصرح. فهذا مبتدع لكن لا يخرج عن ملة الإسلام. وهناك بدع كفر العلماء أصحاب هذه البدع وأخرجوهم عن ملة الإسلام، كالحلولية الذين قالوا مثلا الإله حل في آل البيت. والكلام أيضا في هذه القضايا طويل، هذه نبذة. المهم أن هذه المسائل الفرعية على مراتب، في مستوى متقدم سيكون لها شرح، لكن هذه إشارة حتى الإنسان ينتبه. ليست كل مسائل أصول الدين قطعية حتى نقول هذا كافر وهذا مخلد في جهنم. ممكن إنسان يخالفنا ولا نكفره ولا نبدعه، ممكن إنسان يخالفنا نبدعه ولا نكفره، ممكن إنسان نبدعه يعني بدعة مكفرة تخرج عن الإسلام. فلا بد الانتباه لهذه القضية. فروع الدين هناك مسائل قطعية، صلاة وصوم وزكاة، أي إنسان ينكرها أو يستحل الحرام يقول حلال الزنا حلال، هذا كفر. وهناك أمور فرعية، هذه الأمور الفرعية منها ما لا يقتضي التكفير ولا التبديع كما هو بين المذاهب الأربعة وغيرهم من المذاهب المعتبرة، ومنه ما يكون بدعة غير مكفرة بيننا وبين المذاهب الإسلامية كالإباضية والشيعة وإلى ما يتبع ذلك. وهناك أمور بدع تكفر صاحبها، تؤول إلى الكفر. لكن المهم الأصول هذه من أنكرها أو استحلها، أنكر الصلاة، أنكر الزكاة، أن ليس في الإسلام زكاة، هذا كافر يكفر. لكن هناك أمور فرعية، وأيضا هذه الأمور الفرعية على مراتب، منها ما لا يقتضي التكفير ولا التبديع، منها ما يبدع ولكن لا يكفر، يعني يكون خالف أهل السنة وصاحب بدع لكن يبقى على ملة الإسلام، ومنها ما هي من البدع التي يكفر بها الناس. المهم الانتباه إلى هذه القضايا، أن ليست الأصول كلها قطعية، وأن ليست الفروع كلها قطعية، وليس كل مخالف يكفر، وليس كل مخالف يبدع، وليست كل بدعة مخرجة من الملة.